بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. انطلاقاتنا متواصلة والتحديات مستمرة من هنا من عاصمة الميادين، ميدان الوثبة أقوى الميادين وأعتاها، حيث انطلاقاتنا في هذا اليوم لأشواط سن الحقائق، حيث نصل نحن وإياكم في هذه اللحظات إلى أشواط الإنتاج والمنتجين. أول أشواط الإنتاج تنطلق هذه الأسماء، تندفع هذه الشعارات. شوطنا السادس عشر الخاص بالحقائق البكار، الإنتاج أتابع أول الأسماء، أتابع انطلاقة مسرة ناصر بن الطوير بالمر العامري، يتحرك على المركز الأول، يقدم لنا مسرة على صدارة الشوط. المركز الثاني راهية خلف بن راشد النايلي، الشامسي يتحرك على المركز الثاني، يقدم لنا راهية بهذا الشعار الجميل. المركز الثالث أتابع القدوم والوصول، شعار بن حويل هو الحاضر مع ثقة سعد بن سالم بن علي الفيدة، المري بن حويل ينضم لهذه الأسماء. المركز الرابع التدخل والوصول من روعة، مبارك بن محمد بن مسلم الراشدي يتدخل، والقدوم في هذه اللحظات، الوصول من الهائلة سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي يهاجم في هذه اللحظات. الشعار الاتحادي قادم وبكل قوة، شعار أحمد بن سعيد النيادي يتدخل مع هذه الأسماء، ينطلق مع هذه الشعارات بانطلاقة حدث والقدوم من زعفر سالم بن فارس بن عفيرة العامري، يتحرك ينضم مع هذه الشعارات، ينطلق مع هذه الأسماء. الخبير قادم عوض بن مبارك المهيري يتحرك في هذه اللحظات، ينضم مع تدخل سلام، والقدوم والوصول من سلطان أحمد بن علي بن عمير المنصوري، يا سلام تدخل في هذه اللحظات. المركز العاشر هناك انطلاقة وحضور نوى ناصر بن علي بن عبيد المريزيق المري بن مشيط، وشعاره يصل في هذه اللحظات. هذه الأسماء العشر الأولى، العودة إلى مقدمة الشوط، شوط الإنتاج. لمن يا ترى لمن، لمن يا ترى لمن؟ والنايلي غير، النايلي غير على المقدمة، غير على صدارة الشوط. ينطلق شعار النايلي مع الكيلو متر الأخير، راهية يا النايلي، راهية يا خلف يا بن راشد، يا النايلي الشامسية راهية، وهي راهية على الشوط يا أبو سعيد، يا أبو سعيد يا من تتابع، راهية وانطلاقتها. النايلي النايلي خطير، النايلي من حويل القادم يقدم لنا ثقة، ثقة على المركز الثاني من حويل، وشعار النيادي قادم بحدث. الشعار الاتحادي بدأ بحضور وانطلاقته، وبن ثعلوب يتحرك بالهائلة، سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي، ولكن القدوم أيضا من شعار الراشدي، ولكن النايلي، النايلي طار، طار براهية، طار براهية. روح يا أبو سعيد، روح، روح يا أبو سعيد، روح، روح يا علي يا أبو سعيد، يا أبو سمية الوهيبي انطلق بالشعار، شعار النايلية، شعار النايلية. روح يا خلف يا بن راشد، يا النايلية الشامسي بن ثعلوب، بن ثعلوب قادم في اللحظات الأخيرة مع الهائلة، ولكن سلام، سلام عيناوي، سلام، سلام عيناوي، سلام، سلام النايلي، سلام خلف بن راشد النايلي الشامسي، يخطف أول أشواط الإنتاج مع راهية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني كانت الهائلة سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي، المركز الثالث زعفران سالم بن فارس بن عفير العامري، المركز الرابع كان شعار الراشدي، على المركز الرابع مع روعة مبارك بن محمد بن مسلم الراشدي، والمركز الخامس لحظة
الوصول ولحظة الانطلاق. هنا من ثقة سعد بن سالم بن علي الفهيده المري، تهانينا والناموس للجميع، تهانينا والناموس لك يا النايلي على هذا الفوز. خلف بن راشد النايلي الشامسي راهية وهي راهية بأدائها وبمستواها، راعية عوائد، راعية بطولات، والتوقيت الزمني لحظة الوصول هنا 4 دقائق لحظات وصول راهية، 22 ثانية، 64 جزء من الثانية، توقيت زمني مميز وقوي يتسجل مع شعار راهية سلامي عليك يا النايلي ومشكور على هذا الانتاج الطيب. المركز الثاني الهائلة سالم بن ثعلب بن سالم الدرعي حلت بالمركز الثاني بتوقيت زمني لحظة وصولها 4 دقائق 23 ثانية، 19 جزء من الثانية، قدمت مستوى كبير الهائلة مع شعار بن ثعلوب. والمركز الثالث كان الوصول من زعفرانة سالم بن فارس بن عفيرة العامري، شعاره يقدم مستويات كبيرة هذا اليوم بن عفيرة، والتوقيت الزمني 4 دقائق 25 ثانية، 42 جزء من الثانية، وشعار الراشدي كان على المركز الرابع مع روعة، انطلاقة مبارك بن محمد بن مسلم الراشدي، وتوقيتها الزمني 4 دقائق 25 ثانية، 73 جزء من الثانية. والمركز الخامس اللي كانت على المركز الخامس هي ثقة شعار سعد بن سالم بن علي بن حويل المري، والتوقيت الزمني 4 دقائق 25 ثانية، 97 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وتهانينا لخلف بن راشد النايلي الشامسي، فوز راهية وانتزاعها ناموس أول أشواط الإنتاج للحقائق البكار. سلامي عليك يا النايلي، سلام، هذا الفوز وهذا الانتصار الجميل.